على هذه الصحراء ينقشع غبار المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع، معارك تتوج فصلا أخيرا من فصول تحرير المناطق المسكونة بحقول النفط والمواقع الأثرية من قبضة الميليشيا في بيحان وعسيلان. تقول قيادات عسكرية ميدانية إن الجيش والمقاومة استكمل تحرير منطقة الساق بالكامل وتقدم شرقا لقطع خط إمداد الميليشيا إلى جبهة عسيلان، وتطل منطقة الساق على الطريق الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب. التحالف العربي هو الآخر حضر بقوة في معارك الساعات الأخيرة، حيث أغارت المقاتلات على مواقع الحوثيين وقوات المخلوع في مناطق مفرق الحما وعيينة والصفحة وحيد بن عقيل والهجر. ليست هذه العملية العسكرية الأولى، لكنها الثالثة في غضون أشهر بعد أن توقفت المعارك لأسباب غير معروفة. يشارك في العملية 3 ألوية عسكرية إلى جانب المقاومة الشعبية بدأتها من 3 محاور، وتكمن أهمية وادي بيحان في كونه متاخم لمحافظتي مأرب والبيضاء، ولعل قربه من مواقع عسكرية وحيوية في شبوة ومأرب جعل من استعادته أولوية بالنسبة للقوات الشرعية. محللون عسكريون رأوا أن تحرير وادي بيحان من شأنه تأمين حقول النفط وفتح الطريق أمام التقدم نحو محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وكذا تأمين محافظة مأرب من أي خطر محتمل.